ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الإخوة، إنه بحكم غياب كثير من المسلمين عن دوائر العلم والمعرفة، وبحكم أن كثيرا من المسلمين لم يعد يحضر دروس العلم ولا يتلقى المعرفة عن العلماء، فإن أمتنا الإسلامية قد وقعت في شيء غير قليل من التخليط ومن الاضطراب في فهمها لحقيقة هذا الدين. هذا التخليط وهذا الاضطراب هو شك، ولا شك هو الذي أصبحنا نرى الآن آثاره في رقعة العالم الإسلامي. العالم الإسلامي الآن مشغول بنفسه، قضيته الكبرى هو تبادل القتل والذبح والإفناء. عدوه الآن، عدو العالم الإسلامي، أصبح مستريحا، لم يعد يخاف من المسلمين ولا يتوجس منهم، لأن المسلمين لهم شغل آخر هو الاقتتال الدائم والصراع وتبادل التهم وشراء الأسلحة لتوجه إلى صدور المسلمين من قبل المسلمين. وهذا يفرض علينا أيها الإخوة أن نعود إلى حيث يجب أن نعود، إلى البدء، إلى الفهم، إلى المعرفة. وما لم يكن علمنا، ديننا وإسلامنا قائما على فهم واضح وصحيح وسليم، فسوف نظل في هذا الاضطراب، وسوف نجر إلى كل المتاهات، ونجر إلى كل المهالك بكثير من الشعارات وبكثير من الإغراءات. حينما نتحدث عن هذا الإسلام الذي تركنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن نحدده ونشخصه ونذكر معالمه بحسب ما يتيسر. فنقول إن القرآن تنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. تنزل القرآن في فترات على مكث، أي على مهل، ولم ينزل الكتاب على محمد دفعة واحدة ولا ألقي عليه مرة واحدة كما وقع لكتب سابقة، بل كان الناس يتلقون الآيات تنزل ويفهمها الناس ويعملون بها، ثم تتنزل آيات أخريات عبر هذا الزمن، عبر 23 سنة تقريبا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شيء قد انتهى، كان الإسلام الذي هو إرادة الله التي تصلح البشرية كانت قد تمت. ولذلك ختم الله على هذا الذي تنزل بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا فلم يكون بعد ذلك اليوم دينا. أي الدين هو ما كان حينما تنزلت هذه الآيات، لما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا الدين وكامل، وبه تمت النعمة فهي تامة، وبه تم الرضا فهو فالأمة مرضي عنها، فماذا يمكنها أن تطلب بعد ذلك أكثر من هذا؟ الله يشهد لهذا الدين بأنه تام وكامل، والأمة التي تأخذ بها بهذه التعاليم هي أمة مرضي عنها. لكن أمة الإسلام لا شك أنها أحدثت فيما بعد أنواعا من التدين، بعضها هو من إنتاج الإنساني، بعضها خرافات، بعضها خزعبلات، بعضها هو استثمار للبشر، استغلال للبشر،
بأنواع من الدين يتصور فيه الإنسان أنه ليس موضوعا تحت عناية الله وأنه موضوع تحت عناية إنسان وأنه لا بد أن يمر عبر الإنسان ليمر إلى الله. هذه أشياء أحدثها الناس في التاريخ حدثت وقال العلماء فيها كلمتهم وهي ستبقى ما دامت الأمة لا تفهم دينها ستبقى هذه الصور وستبقى صور أخرى وصور أخرى. هذا لا يعنينا كثيرا إنما يعنينا أن أقول إن هذا الإسلام حينما تنزل انقسم في نهاية المطاف إلى شعبتين كبيرتين إلى قسمين كبيرين. إلى قسم أول هو الأحكام والآيات التي تبين للمسلم ما يجب اعتقاده، هذه آيات كثيرة علمتنا أننا أمام إله واحد قادر فرد صمد وله صفات الكمال كلها، وعلمتنا ما يجب اعتقاده في الأنبياء وما نعتقده في الملائكة وما نعتقده في اليوم الآخر وما نعتقده في القضاء والقدر. هذه هي الأشياء التي يجب على المسلم أن يكون ذهنه مملوءا منها حتى يكون مؤمنا، لأن الإيمان والانتماء إلى الإيمان لا بد له من التحقق من هذه الأشياء. ولذلك كان الناس أيها الإخوة وهم يقتربون من رحاب الإيمان يطرحون هذه الأسئلة، كيف يجب، ماذا يجب أن نعتقد في إلهنا نحن وشعوب أخرى، كلنا يقول إنه يؤمن بالله، ولكن فرق بيننا وبين أهل ديانات أخرى فرق كبير. هؤلاء الشباب الذين ما عادوا يعرفون الفرق بين دين ودين أصبح يخيل إليهم أن الإنسان يمكن أن يكون يهوديا أو مسيحيا نصرانيا أو مسلما، الأمر على حد سواء، تسمعون هذا وترونه في بعض المناسبات والتظاهرات، والواقع أن هذا افتراء على الدين. الدين متميز، الدين متميز في عقيدته، عقيدتك ليست هي عقيدة اليهود ولا النصراني، هو يؤمن وهو يؤمن، نحن لا نجادله لا نتحدث عنه ولكننا لا نخلط ديننا أيضا، نحن ليس لنا إله أو ثلاثة تتحكم فينا، أي هذه الشيء الأشياء التي يعتقدها المسيحيون النصارى من الأقانيم الثلاثة نحن لا نعرف إلا إلها واحدا، والله تعالى نهاهم وقال لا تقولوا ثلاثة مثلا، هذا يكفي أن يكون فرقا بيننا وبيننا، نحن نعبد إلها قادرا لا عاجزا. وذلك حينما يقول النصارى إن الإله ابن الإله عيسى قد أخذه الأعداء وقتلوه، نحن لا نعبد إلها عاجزا يؤخذ ولده ويقتل ولا يستطيع أن يدافع عنه، نقول إن ربنا قادر والله على كل شيء قدير. وهكذا فالفرق كبير بيننا وبين اليهود والنصارى والبوذيين والزرادشتيين والهندوس وما إلى ذلك لمن كان من أهل العلم، أما الذين يخلطون الأمور فهؤلاء لا يفهمون شيئا لا في الإسلام ولا في المسيحية ولا في اليهودية. إذن هذا الجانب لا أريد أن أتحدث عنه طويلا، وإنما أحدثكم عن شق آخر وهو مجموع الأحكام التي أمرنا الله تعالى بها لنكون مسلمين بالتزامها وبتطبيقها وبتنفيذها. هذه أحكام كثيرة يخاطبك الله فيها، قل يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. أمر الله تعالى أشياء، نهانا عن الزور، نهانا عن البهتان، نهانا عن الكذب، نهانا عن أشياء مع الأسف الشديد هي الآن حاضرة فينا بقوة. نحن لم نعد أننا نعتقد أننا نهينا عن الزور، فلذلك نحن ننخرط فيه وننغمس فيه لأتفه الأسباب. مستعيد إنسان أن يزور نقطة في امتحان زور، حينما تعطي طالبا نقطة لا يستحقها فقد زورت، وقد تكون أنت مسؤولا عن ذلك أمام الله.
حينما تشهد شهادة في محكمة أو إدارة عن شيء لم يكن موجودا فأنت مزور. حينما يشهد الإنسان لإنسان فاسق بأنه صالح فهو مزور. حينما يبارك الإنسان فعل إنسان يعرف بأنه ليس من أهل الفضل والدين فقط لأنه تلقى منه درهمات فهو مزور. قد يكون هذا المزور إنسانا متدينا، قد يكون ممن الذين لا يخرجون من المساجد. وقد تأتي لحظة من اللحظات كتلك اللحظات التي يباع فيها البشر بيعا جماعيا فيسترى الناس ساقطين على الأرض لأنهم يتلقون درهمات يبيعون بها شهادتهم ويكذبون على الله ويكذبون على الناس، وهم لا يعتقدون أنهم فعلوا شيئا حراما بل إنهم يعتبرون أنهم فضلاء وأنهم أذكياء وأنهم شطار وأنهم استطاعوا. هذه كلها دلالات على أن مفهوم هذه الأحكام غير واضحة، وأن الناس يحصرون الإيمان الإسلام في أشياء معينة يختارونها. هم يختارون من الأحكام ما يشاءون، يختارون الصلاة فهم يصلون، ويختارون الصيام فهم يصومون، وفي الزكاة هم يترددون، وفي الحج ربما هم يتجولون، ولذلك تضيع العبادات كلها وتنحصر وتصير مقزمة. فلذلك أقول يجب أيها الأخوة أن نسمي هذه الأحكام. هذه الأحكام في جملتها هي الشريعة، هي الشريعة. أي نحن عندنا العقيدة أي ما نعتقده ما ذكرته لكم سالفا وما يجب أن ننفذه وما طلبنا به فهو الشريعة. إذن الإسلام عقيدة وشريعة. الإسلام هو هذا، هو العقيدة ثم الشريعة. هذه الشريعة أمرنا نحن بها وأمر بها رسول الله أن يلتزم بها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قرأوا هذه الآية قرأوها صباحا مساء، خرجوها في التسبيح باش ما تلفوش. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذا الأمر كامل إجمالي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا به نحن كذلك بالتبع. إذا فالشريعة هي جملة الأحكام التي ننفذها ما أمرنا به وما نهينا عنه، وهي كثيرة. والإنسان حينما يريد أن يعرف الشريعة يسأل ويحضر دروس العلم ويسأل عن أحكام كل شيء، وستجدون أن أحكام الشريعة دقيقة جدا. في بعض المرات تحاسبك الشريعة على اللحظة دقيقة. في الشريعة لها حكم، إذا مات إنسان ومات معه ولده، وإذا عرفنا أن ولده تأخر في الوفاة بعد أبيه 5 دقائق فلهذا حكم. إذا ما عاش الولد بعد أبيه 5 دقائق تأخر فإنه يرث، إذا مات معه في وقت واحد لا يرث. أي 5 دقائق لها حكم. في العقيقة في السابع الفقهاء لهم أحكام. ما هو السابع الولد؟ ماشي وتختار أنت نفسك. السابع هو أن تعق عن الولد في اليوم السابع، ولكن لك لا تعد اليوم الذي ولد فيه. إذا ولد بعد الفجر، إذا ولد في الولد بعد الفجر ما تحسبش ذاك النهار، وتحسب النهار المغرب وتقوم بعد تعرف السابع ديالو وتقول يولي النهار. إن أحكام الشريعة مفصلة ودقيقة في الأموال في البيوع في المعاملات كلها هي وضع. كانت الأمة الإسلامية أيها الأخوة تحفظ هذه الكلمة كلمة شريعة وتحبها، وكان الناس عندنا يسمونها شرع. كلمة شرع هل تسمعونها الآن؟ الناس كانوا إذا ذهبوا إلى المحكمة قل أنا بالله وبالشرع، وكانوا يسمون المحكمة ما يسموش محكمة. الناس عندنا كانوا يسموها دار الشرع. وكان الناس الذين يذكرون أو يتحدثون عن الغائبين أو متغيبين عن الزواج كانوا يقولون إن هذا الرجل إذا لم يعد إلى أهله ستطلق منه زوجته حسب شرع القانون. ياك كان يقول إذا ما رجع شي هذا السيد وما باش غادي يطلق زوجته حسب شرع، ما بقاش شرع غير حسب القانون، قلعوها شرع سلوها. وهذه كلمات عندها معنى لأن لا تلتفت إلى الشريعة، ما تلتفتش إلى الشريعة. لذلك أيها الأخوة نحن الآن نتحدث عن شيء نحن ملزمون به، هي الشريعة. وذلك لا نصدر في فعل ولا نقوم بشيء بفعل إلا عن شريعة.
فلذلك ترى الذين يحبون الشريعة يسألون الناس، يسألون العلماء الله يخليك هل يجوز لي هذا هل لا يجوز لي، هذوك باغي نبقاو مع الشرع. وكاين اللي غير طالقين داهصين غادي يخرج رمضان ويديروا اللي بغاو، ما يسولوش على الدين، هؤلاء خارجون عن الشريعة، لا علم لهم بالشريعة ولا يسألون عن الشريعة، وهم إذن يعرفون أنهم مفرطون في هذا الأمر. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن عرفتوا، إذن الشريعة مرجعنا، شريعة هي ملاذنا، هي التي نسأل عن يوم القيامة، لن تسأل عن شيء، ستسأل عن الشريعة. فين كنت؟ شريعة؟ كنت مع الشريعة ولا كنت الربا؟ كنت تعمل بالربا؟ كنت تعطي الربا؟ الحساب ديالك على حساب الشريعة، ما تجيبش شي فهمات أخرى من عندك. إذا كان بعض الناس هو في الجامع وناس قفيه وسميته ويتعامل بالربا ويعطي الربا ويبيع الخمار وعنده كل شيء زايد ناقص كل شيء، ايش تقبل واحد الجهة بعدها تريح راسك، تقبل واحد القند هكا ولا هكا، هو راه قاعد هو راه يقرا هو كاع سميته في المحراب والخمر، شنو بغيت توطع القران؟ هذه قلت الحياه، هذه قلت الحياه، هذه قبل الطريق الاخرى كما تمكن تقعد في المحراب والناس ما عليهم شيء، اذا كان يعطي الفلوس معليش، الى عنده فلوس معليش، ولا مسكين نطبقوا فيه الشريعه. لذلك اقول ايها الاخوه، انا غادي نذكر لكم قضيتين. نحن الان ايها الاخوه في مجتمعنا الجديد ومع وجود هذه الحالة، لأننا نعيش حالة الآن خطيرة جدا، نقاد إلى كثير من الأشياء بشعارات، ما بقاش الناس يتكلمون عن الشريعة، يتكلمون لنا عن شعارات، فيقولون لنا أيها الناس التزموا هذا وافعلوا هذا. لماذا؟ لأن هنالك الآن عالميا ودوليا وكونيا هناك اتفاقيات دولية وقعنا عليها فيجب أن نحترمها. ايوه الشريعة ما عليهاش، لا احنا اتفقنا على القوانين الدولية، هذه القوانين الدولية لن نسأل عنها يوم القيامة، لن تدخل معنا قبرنا، لن تكون نوردها في الجواب، هذه قوانين دولية يجب أن نتأملها ونعمل بها في حدود ما لا يخالف شريعتنا. نحن لا نرفضها مبدئيا، ولكن نقول لكم نريد، أليس من حقنا أن نفهمها؟ من حقنا أن نفهمها. أنتم تقولون لنا وشبابنا الآن وبعض الذين لا يعرفون ما يقولون إنما يحفظون أشياء، يقولون إننا الآن وصلنا إلى درجة هي مبدأ المساواة، وبالمساواة نحن نحاسبكم. مع المأسف هذا يتحدث به بعض الناس الحقوقيين الآن، نحن نقول لكم بموجب المساواة يجب أن نلغي أحكام الإرث ما بين المرأة والرجل، فتستوي المرأة مع الرجل في الإرث، احنا هذا وصلنا للمساواة. نحن نقول لهم لا تحرجونا، نحن مع آيات قرآنية، نحن نتلوها، نحن نقرأها، نحن نقدسها، نحن نحترمها، إذا كان هذا الأمر لا يعنيكم فهذا الأمر لنا، نحن هكذا، نحن نستحي من الله أن نطأ شريعته، إذا أنتم ما عندكم شيء الحرج احنا رعنا، وبما أننا نريد أن نعيش في وطن واحد، احترمونا شي شوية الله يخليكم، احترمونا شي حاجة، جبتوا شي حاجة خليوها عندكم، اللي ما وافقناش ديروها بيناتكم وخليونا حنايا. إذا بغى شي واحد يعطي لبنته وولده قد شغله، ولكن ما تقولوناش نبدلوا الشريعة لأن ويجب أن نعيد الآن غادي غير يكملوا شوية خرجوا الزنقة ثاني. لماذا يقولون هذا؟ لأن أمتنا جاهلة، ماشي لأنهم هم أقوياء، لأننا نحن نتفرج في كل شيء، قال هذا قال هذا قال هذا، وأنت إيش قلت؟ قال هذا وقال هذا، نقول الناس لا، ما كان من قبيل الشريعة يجب أن يحترم ولا تفاهموا. ثم نحن نسألكم بالله عليكم، هذه نحن نقول إن المساواة أساسا هي مبدأ إسلامي، المساواة مبدأ إسلامي، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن المؤمنين والمسلمين الذين هم يتساوون كأسنان المشط، والمسلم يتساوى مع المسلم، وللكافر غير المسلم له حقه. نحن نؤمن بحقوق الآخرين، من يخالفنا في الدين لا نظلمه، له حق في أن يعيش، له في حقه حق في أن يحترم، أن يمارس عبادته كما يشاء، نحن نعرف هذا في ديننا، وعلماؤنا المسلمون هم أول من تكلم عن المساواة. ولكن دعونا الآن نسألكم، أليس حق أن نسأل؟ أول، هل نستوي نحن والآخرون في تقرير هذه المبادئ أم لا؟ هذه المبادئ التي الآن كل يوم تأتينا من جهة، أليس لنا نحن الشعوب الإسلامية الحق في أن ننتج بعض المساواة ونفرضها؟
بعض مبادئ. إذن هم يفرضون المبادئ ونحن نطبق، إذن هذه لا مساواة. إذا كنا متساوين يجب أن نكون متساوين أيضا في تقرير هذه المبادئ وفي وضعها، لا يكون هناك جهة تؤسس هذه المبادئ وجهة تنفذ عليها هذه المبادئ. إذن فهذه بداية المساء. ثم نحن نريد أن نفهم هذه المساواة أين ترونها بالله عليكم؟ إحنا بغينا نشوف المساواة. أتجدون مساواة الآن في ما تقوم به إسرائيل مع شعب فلسطيني أخذت أرضه ودمرته، ويأخذ الرجل منهم النار ويضرم النار ببيت ولا يقع له شيء؟ ها؟ هذه تعتبر أيأمر الناس يمرون الآن الجند وغيرهم يمرون بالفلسطين فيذبحونهم في الشارع العمومي ولا يقع شيء؟ هؤلاء أناس لهم حق في أن يحيوا وأن يعيشوا، أما الفلسطينيون فتؤخذ. وكل القرارات التي صدرت ضد إسرائيل لم تطبق منها إسرائيل قرارا واحدا، ولا تزيد الأمم المتحدة على أن تقول إنها تدين وإنها تشجب وإنها هذا فقط، ولكن ما كاين حصار، ما كاين عقوبة، ما كاين أبدا، هذا ليس له مساواة. حق المساواة هؤلاء الشعوب الأخرى. حينما تأتي شعوب في الأرض تمتلك السلاح النووي بكثرة، شعوب هنا لا ترسانة نووية، أمريكا لها قوة نووية، روسيا لها كذلك، فرنسا لها كذلك، إسرائيل لها كذلك، هذه شعوب امتلكت هذا الحق، لها حق، هي عندها السلاح رؤوس النووي بكثرة باش تدمر العالم لو شاهد حقها. وانتم من فعل ذلك سيعاقب وسوف. لماذا ليس هذا من المساواة؟ حينما اجتمعتم بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب العالمية وكونتم في الأول عصبات الأمم ثم الأمم المتحدة ثم كونتم مجلس الأمن، كيف شكلتموه؟ شكلوا مجلس الأمن بطريقة خاصة فيها خمسة من الدول المنتصرة لها عضوية دائمة وأدوار أخرى تتداول هذه العضوية وتذهب هذه الدولة وتمشي قابعة متهد هذا تركب وتهود، ولكن هذه الخمسة ديال الدول ما يهودوش. وإذا قرر العالم كله شيئا ورفضته دولة واحدة فإن كل شيء يرفض عند حق الفيتو. إذا ما تعطي أنت حق الفيتو لدولة واحدة هذه مساواة؟ لما تشوف إفريقيا كلها ليست ممثلة في هذا المجلس، مجلس الأمن ما عندهاش عضوية. إفريقيا قارة، العالم الإسلامي، آسيا في العالم الإسلامي. إذن من هم الذين لهم حق؟ هم الذين خرجوا منتصرين من الحرب. إذن فهو مجلس ليس مجلس العدل، هو مجلس قوة، مجلس الأقوياء ينفذ إرادتهم ويعتبر أن الشعوب هذه لا زالت مغلوبة. إذن دعونا من هذا الكلام ديال المساواة، نريد أن نبدأ المساواة حقيقة. الشعوب الإسلامية هي التي تطالب بالمساواة في منتظم الدولي، نريد المساواة في مجتمعاتنا، نريد المساواة أيضا. هل بدو فتحتوا بالمساواة غادي نحن نتكلموا على المساواة وغادي نتحاسبوا معكم، غادي نتحاسبوا معكم على المساواة. هل نحن متساوون معكم؟ الشعوب الآن ترى أن هناك مساواة؟ واسكتوا خلكم كل الخبز واسكتوا. بعض الناس أخذوا كل شيء وإذا أنهوا كل شيء قالوا المساواة. نحن نريد المساواة فعلا. حينما يكون هناك نوع من البشر عنده الحق أن يظهر في التلفزيون وبشر أخر ما يحق، امرأة كل التلفزيونات هل تستطيع امرأة متحجبة أن تجلس الآن في شاشات التلفزيون؟ أعطوها أنها مذيعة باش نشوفوا بلشي شوية للمساواة؟ أبدا. لابد أن يكون من الفصيل والنوع الذي يختارونه. ها؟ وقل ذلك عن الرجال. إننا نعيش في مرحلة في العالم كله، في العالم الإسلامي، مرحلة لا مساواة. لا يمكن أن نبدأ المساواة بإلغاء الشريعة، ما تبدأوناش مساواة بالإرث. أرى نبدأ مشي اللي رضرنا ونوصل معكم ثم فرقوا تبغتوا، ولكن ما تبدأوناش بهدف الشريعة. وإذا أقول أيها الأخوة لا هذه ولا غيرها، إن هذه المبادئ التي الآن نسمع عنها إذا كانت مبادئ جميلة يجب أن نأخذ بها، ويجب أن ننظر فيها ما توافق فيه الشريعة نأخذه، وما لا توافق فيه الشريعة نقول نتحفظ عليه ونرفضه. وكل الشعوب الآن حتى في الأمم لها حق الرفض، ما كاينش قرارات أو مبادئ إدعانية على الشعوب أن تأخذ بها، وكل شعوب تأخذ ما تشاء. لاحظوا
البارح قال العالم كله ومجموع ويهلل وكذا في باريس على اتفاقية كبيرة والناس أنهم اتفاقية ديال كوب 21 ديال باريس كوب 22 ديال ها ديال 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 وحضرة الرؤساء وكذا ووقعوا وكان توقيع وكان جاء رئيس واحد أمريكا واحد قال لهم صافي داك الشيء كاع ما كاين منه والو صافي في الضينة سيروا تلعبوا مع راسكم علاش هو ما خافش من 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 المنتظم الدولي قل ما أنا عندي القوة وأنتم ما عندكم الهدرة وقع الأبعد لذلك نقول هذه أشياء يجب أن نتحقق منها ولا نرفعها إلى درجة أن نلغي بها الشريعة أنا أقول لكم أيها ستأتي أشياء كبيرة الناس يتحدثون وخصوصا بعض الأشخاص الذين كانوا ينتظرون أن يضعف الدين الناس اللي ينتظرون باش الدين يضعف هذا يبشرنا بأنه يقول لنا عليكم أن تعترفوا بأن حق الرجل أن يتقي بالمرأة بلا عقد تعرفوا هذا الكلام هذا يتقال الرجل من حقه أن يتلقى مع امرأة أخرى ويكون معها بلا عقد في سفاح هذا حرية حرية دياله وهي حرية ديالها وانتم ما تفرضوا علينا هذا الآن هذا رجل يرى في الطريق ولكن زين هذا رجل من شكل أشغل هذا رجل كان له زوجة ومرضت هذه الزوجة فأراد أن يتزوج امرأة ثانية اتفق مع مرته قالت له جيب زوجة أخرى باش نتعاونوا وكذا ونجيو عند دوك اللي قاعدين في الزنقة قال لا 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 منو 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 ما كاينش هذه ضد حقوق الإنسان الله أكبر شكون هذا الإنسان اللي ضده هذا هو باغي وهي بغات والأخرى بغات شكون هو شكون يبقى خاطره زعما ولا نضرب هذه العملية شكون ما عندوش الحق إذا عندكم حرية ولا ما عندناش حرية ورينا الحرية فوق تكون عندنا فوق ما تكونش إذا أنتم تعطيونا الحرية كي تبغيو وتقلعوا لنا الحرية كي تبغيو لذلك نقول إن السلامة من هذا كله أن نعود إلى الشريعة ما إحنا حتى واحد ما يديرنا في جيبه يجب أن نكون هكذا نقول لأن هذا العصر خصنا نقولوا يجب أن نتعاون يجب أن نتسامح يجب أن نتعايش ويجب أن تحترم الشريعة ما تكثروا الناس القنوات كثيرة هذه القناة مع القناة هذه الجمعية مع الجمعية وكلهم يخرجوا من الزنقة لا ما بغيناش هذا ما بغيناش هذه ما بغي احنا ما بغيتوا ما بغيتوش اصلا ما راكمش تبغيو كاع راكم يبغيو لكم واحد يقول ما كاع ما راكمش تبغيو حتى تجيك ديك اللافتة راك تعلقها وتق ولذلك إذا أردنا نحن أن نستمر كأمة إسلامية متماسكة فيجب علينا أن نقول إن لنا نحن مرجعية نحن أن مرجعيتنا وهي الشريعة ونحن مطالبون بها ونحن مطالبون أيها الإخوة إذا كنت يجب أن تعلم أنك حينما تنزل إلى قبرك ستسأل عن الشريعة لا عن شيء آخر فلذلك يجب أن تكون علاقتك بالشريعة واضحة وجميلة ومنسجمة لتقول لله تعالى كنت لك في هذه الحياة كنت لك عبدا يا رب فيثيبك الله بما يشاء أما في حالة أخرى فهذه حالة من الخلط أم لا بد أن إذا كنا عندنا إحنا وعي ما نحتاجوش باش إذا كان عندنا وعي كل هذه الأشياء سوف نبطلها نقول لهم سيروا في حالكم اللي يبغى شي حاجة يطبقها في غير العالم الإسلامي هذا عالم إسلامي لا يمكن أن تلتقي فيه المرأة مع الرجل خارج العقد كل لقاء بين رجل ومرأة خارج العقد فهو سفاح فهو زنا وعنده سميته الشرعية والشرع سماه زنا يجب أن يسمى زنا بأي عنوان من العناوين لا نزيل هذه الأحكام هذا ما وددت ذكره في هذا الجلسة في هذا المجلس الله سبحانه وتعالى يسمح ويادنا بلقاء آخر إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين